السلام عليكم، سميتي عمر برافريج، نائب برلماني عن فدرالية اليسار الديمقراطي. مرحبا بكم في البودكاست رقم 39 اللي كنتكلمكم فيه على شنو درت خلال الاسبوع انا كنائب برلماني. فاللي بغى يدعمني بارطاجي الفيديو يوتيوب فيسبوك واتساب اللي بغيتي، وكما قلت لكم الاسبوع اللي فات اللي بغى يدعمنا كفدرالية اليسار الديمقراطي حقيقيا يتسجل في اللوائح الانتخابيه، راهو مفتوحه اللوائح حتى راس الشهر، فتسجلوها هو اللين كيبان لكم. هذا الأسبوع بديناه بواحد الجلسة خاصة بالدعم للقضية الفلسطينية، فاللي بغى يشوف المداخلة ديالي راه كاينه في اليوتيوب، ها هو اللين يوتيوب شوفوه. وعدد منكم اتصلوا بيا قالوا لي علاش كانوا كيشوشوا عليك بعض الناس تحت قبة البرلمان. هنقول لكم الجواب هي ما يديوش فيهم، انا ما كنديش فيهم، خلي اللي بغى يشوش يشوش، ما عندي حتى شي مشكل، غير يشوشوا. من بعد كان عندنا جلسات اولا في اللجنه الماليه للقراءه الثانيه ديال القانون الماليه بعد ما جا من مجلس المستشارين، ومن بعد صوتنا على القانون الماليه في الجلسه العامه. حنا صوتنا بالرفض اكيد، ولكن بغيت نتكلمكم على حاجه اللي هي مهمه بالنسبه ليا. كانوا بعض الاجراءات اللي جابتها الحكومه في القراءه الاولى اللي كانت بالنسبه ليا مزيانه، منها وحده اللي من اجل الشفافيه كانوا كنطلبوا من المقاولات، جميع المقاولات المغربيه تصرح بالرقم المعاملات زبون بزبون. كان هذا المقترح داز في الجلسه في القراءه الاولى، مشى لمجلس المستشارين رجع ما تقبلش تما. ياك في اللجنه الماليه تفاجات انا بان الاغلبيه مشات مع الاتجاه ديال عدم الشفافيه، فهذا شيء اللي زعما حشومه، ما بغينا الشفافيه في هذه البلاد. هذه من جهه. واحد الاجراء ثاني اللي كان جات به الحكومه تاهو دعمته باش نبين لكم بان احنا ماشي معارضه غير من المعارضه بالنقام، كتجي بشي حاجه الحكومه مزيانه كندعموها، اللي دعم المنتوج المغربي كان واحد الرفع من واحد الضرائب المنتوجات المستورده، وهذه المنتوجات اللي كدار في المغرب كان داز ديك الضريبه من 25 حتى 30%، جات المجلس المستشارين رفضها، رجعنا للجنه الماليه ديال مجلس النواب بإجماع في الجلسة في اللجنة، رفضنا داك التعديل ديال مجلس المستشارين. اللي تفاجأت به هي ملي وصلنا للجلسة العامة الحكومة عاود طرحت المقترح ديال مجلس المستشارين، وهذه المرة الأغلبية صوتت بحال مجلس المستشارين. ففين هي فين هادشي الدعم للمنتوج الوطني؟ هو تناقض جديد بالنسبة لي. دوري أنا كنائب برلماني كنطرح أسئلة كتابية، هذا من الأدوار ديال النواب لمساءلة الحكومة، فها هما في البلوغ شوفوهم. كاين عدة أسئلة هذا الأسبوع، أسئلة حول الجفاف في منطقة فيقيق، أسئلة في قطاع الصحة في مدينة سالة، في مدينة زاغورا اللي رجع لها مع الأسف داء الليشمانيا، فهذا سؤال السيد وزير الصحة، وسؤال طرحته على السيد رئيس الحكومة حول تدابير الاستباقية في هذا المجال ديال العالم القروي والجبال بالأخص مع هذا البرد. اللي مزيان، باش نقولوا اللي مزيان، شفت بأن في مجلس الحكومة داولوا هذه النقطة، فهذا شيء إيجابي، خداو تدابير استباقية في هذا المجال. فوالا باش نبين لكم بأن احنا معارضة بناءة. من غير هذا الشيء كنتلاقى بزاف ديال الناس. هذا الأسبوع كان عندي لقاء جد جميل في يعقوب المنصور في واحد روض الأطفال، اللي هو شريك ديال واحد الجمعيه ديال الافارقه، الناس اللي جايين من دول اخرى من غير المغرب في افريقيا. هذا درود الاطفال ديال الجمعيه سميتها كيريكو، فهاي التصويره ديال هذيك كيريكو اللي كيخلطوا بين اطفال من جميع الدول الافريقيه، مؤطرين فيهم مغاربه وفيهم من دول اخرى افريقيه، كيتعلموا المغاربه كيتعلموا الفرنسي والاخرين كيتعلموا المغربيه والعربيه، فهذا شيء جميل. اليوم في العشيه عندي لقاء في بمدينه مكناس مع لاديج، هذه جمعيه الطفوله والشباب، وغدا في الصباح عندي لقاء في هنا في الرباط في أكدال في ثانويه الاعداديه امام البخاري، باش نتلاقى مع شباب عنده 15 عام كيطرحوا اسئله، من حقهم يطرحوا اسئله، وانا كيعجبني نتجاوب مع الشباب بصفه عامه، وكيعطوني افكار كذلك على ممارستي انا كفاعل سياسي. الجانب الثقافي ما نتكلمش على كتاب اللي قريت، هذا كتاب اللي يتقدم في اليوم في العشيه في المقر المركزي ديال الدار البيضاء، كنشجعكم تمشيو ليه، تمشيو لهذا اللقاء. هذا غيقدم الكتاب ديالو عبد الكريم الجويطي، هذا كتاب اللي فاز بواحد الجائزه المغربيه سميتو المغاربه، روايه سميتها المغاربه،
وهيكون كذلك الصديق ديالي احمد عصيد هيكون في ذاك اللقاء. كنشجعكم كاع اللي ساكن في كازا يمشي لهذا اللقاء. الثقافه مهمه الثقافه. واخيرا موسيقى، انا عزيز عليا الموسيقى. هذه موسيقى عن جروب مصري سميتو مسار اجباري، تعرفت عليه انا في فيزا فور ميوزيك، هذه شي 3 سنين ولا 4 سنين كانوا جابوه. شكرا على المتابعه والى اللقاء في بودكاست مقبل، وما تنساوش تسجلوا في اللوائح الانتخابيه. وليا الجرايد اعلنت للخريجين والخريجات اشغال كتير راتب كبير حاسب لا يوم عقلك يطير.